لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين الأعظم وشرف وأي شرف. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: خير مقام العبد مقام الدعوة إلى الله، وهو مقام الأنبياء وورثة الأنبياء وخلفائهم في أممهم. الدعوة إلى الله تعالى سبب خيرية وامتياز هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم لرحمه. الدعوة إلى الله تعالى طريق الفلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الله تعالى سبيل الولاية. يقول الحسن رحمه الله في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يقول الحسن: هذا حبيب الله، هذا ولي الله. الدعوة إلى الله كذلك فرقان بين المؤمنين والمنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. الدعوة إلى الله عباد الله طوق النجاة في الدنيا والآخرة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الدعوة إلى الله كذلك صمام أمان لأهلها. وإذا كان مقرر عند لاعبي الكرة وغيرهم أن الهجوم خير وسيلة للدفاع،
فأنت كذلك يا صديقي إذا كنت داعيا إلى الحق، كنت في مأمن من دعوات أهل الباطل، وإن قصرت في الدعوة إلى الحق كنت محلا ومدعوا وبيئة خصبة وصيدا ثمينا وفرصة ذهبية لدعوات أهل الباطل. وإذا كان هذا غيض من فيض وقليل من كثير من بركات وفضائل وأرباح وأغنام الدعوة إلى الله تعالى، فالتقصير في ذلك عباد الله حسبك منه أنه لعنة وأي لعنة. قال الله عز وجل في معرض بيان خطورة التقصير في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا وهذه عباد الله جملة تغريدات نبوية وصيحات وصرخات محمدية تصب في تلك القضية المصيرية، قضية الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبين خطورة ذلك. تقول زينب رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق عليه الصلاة والسلام بالسبابة والإبهام. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث. وما أكثر الخبث عباد الله، وما أوسع دائرة الفساد في هذه الأيام. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث. وقال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجب لكم. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا. وأدخل في ذلك عباد الله دخولا أوليا أصيلا: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عباد الله، هلما فلنستحي من الله، وإلا فللآخرين حركة وبذل لدينهم ولباطلهم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم
إن هذا لشيء يراد. وقديما أخذ إمامهم عهدا على نفسه، وذلك يوم أن قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والخبيث من يومها في عمل دؤوب لا يكل ولا يمل. قيل لعلي رضي الله عنه: أينام الشيطان؟ فقال: لو نام لاسترحنا. وليس هذا عباد الله شأن رجالهم فحسب، بل رجالهم ونساؤهم في ذبهم وبذلهم لدينهم على السواء. فهذه جلدمائر اليهودية تحمل على عاتقها قيام دولة إسرائيل، ولذلك دشنت حملة لذلك، فجمعت بمفردها وفي يوم واحد فقط ومنذ زمن $50,000. الملكة إيزابيل ملكة أسبانيا كان من عظيم تعظيمها وبذلها لدينها أنها رهنت مجوهراتها لصرف مرتبات الجند. وليس ذلك فقط، بل كانت تلك المرأة النشيطة في دينها كانت تشرف على المعارك بنفسها وتعرض نفسها للخطر. وليس ذلك فقط، بل أقسمت إيزابيل ألا تستبدل ثوبها الداخلي حتى تسقط غرناطه من أيدي المسلمين. أما القسيسة تيريزا فقد بلغ من تضحيتها لدينها ولعقيدتها أن سكنت وأقامت في أخص وأحط الأحياء العشوائية، وهو حي الزبالين. وذلك لما رأته مرتعا خصبا للتنصير. وعلى شاكلتها كانت تلك المرأة المرفهة الناعمة التي ارتحلت من شاليهات ومنتجعات أمريكا إلى أدغال إفريقيا لبث عقيدة التثليث، ولقد عانت في سبيل ذلك أيما معاناه. أخف ذلك أن تلك المرأة الأمريكية المرفهة المترفة الناعمة أقل ما وجدته من المعاناة أنها كانت تقف في الشمس كل يوم في طابور الماء حاملة تناية الماء لتأخذ نصيبها من الماء. فإذا كان هذا شأن نسائهم عباد الله، فشأن نسائنا بؤس في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من رحم ربك. ومن ذلك أن كثيرا من مصليات النساء لربما لا تجد من النساء من يقوم بمجرد فتح ذاك المصلى، فضلا عن أن يجد بقية النسوة من يقوم على إرشادهن ونصحهن وتعليمهن ما يلزمهن من أمر دينهن. هلم عباد الله، فلنستحي من الله ولنقم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ولنشمر في ذلك. وإلا ففايز رجل أعمى وأبكم وأصم، ومع ذلك
كان الرجل يشعر وكأنه المسؤول عن كل غافل وعاص ومقصر، ولذلك استمات فايز في سبيل استنقاذ ما يستطيع استنقاذه من هؤلاء. ولكن كيف وهو رجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؟ الجواب أن داعيتنا الموفق قام بواجب الدعوة إلى الله عن طريق اللمس، حيث كان يلمس يد المترجم أو فخذه لمسات معينة فيفهم المترجم منها فهما معينا فيحكيه للناس. ولربما وضع فائزنا يده على عينه أو أذنه أو لسانه فيعقب المترجم على ذلك قائلا: إن فايزا يذكركم بخطورة السمع والبصر واللسان، فكل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأله جل في علاه أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فالصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن لا يحتاج ذلك عباد الله إلى كبير معاناة. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعباء الدعوة فهي التي تحتاج إلى جهاد ومجاهدة وتشمير وصبر ومصابرة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الدعوة إلى الله هي التي تحتاج إلى مزيد من الصبر والتحمل. ولك أن تتأمل كيف أن قريشا تركت ورقة بن نوفل ومن كان على شاكلته يتعبدون في خاصة أنفسهم، حتى إذا جابههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وواجههم بالدعوة وعاب آلهتهم صبوا عليه جام غضبهم وأعلنوا عليه النكير وجمعوا له النفير. فالدعوة إلى الله إذن هي المحك وهي الميزان، وهي سبيل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحملني إلى قوم حتى أبلغ رسالة ربي، بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. ولك أخي أسوة حسنة وقدوة طيبة في حبيب النجار الذي حمل هم الدعوة حيا وميتا. يقول الله جل الله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين.
إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. ومن هنا تبدأ الدعوة بعد الموت، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بلغ أخي ما أنزل إليك من ربك، واعلم أن الدعوة بالسلوك أبلغ بكثير وأنفع من الدعوة بالكلام، وسلوك رجل واحد يؤثر في ألف رجل أكثر وأعظم من كلام ألف خطيب وداعية وناصح وواعظ في رجل واحد. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وليكن منك على بال تلك الأصول الدعوية الثلاثة: الفقه والرفق والحلم. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: لا يأمر ولا ينهى إلا من كان فقيها فيما يأمر، فقيها فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى. بلغ ما أنزل إليك من ربك، واعلم أن الدعوة إلى الله ليست حكرا على الفنيين ولا على المتخصصين ولا على خريج الأزهر ولا على حملة شهادات أو إجازات من هيئة كذا أو جهة كذا، بل من علم مسألة واحدة فهذا بابه وهو بها عالم. ولك أسوة حسنة في الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الرجل الذي حمل هم الدين وهم الدعوة بمجرد إسلامه، حيث بعدما أسلم بلحظات يسيرات ولم تكن بضاعته من العلم بضاعة كثيرة ثقيلة واسعة، وإنما لربما كانت بضاعته من العلم بضاعة قليلة وقليلة جدا، ومع ذلك حمل هم الدين وجاهد في الله عز وجل حق جهاده، حيث قال فور إسلامه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن دوسا وهي قبيلته، إن دوسا قد كفرت بالله وفشى فيهم الزنا، فأرسلني إليهم. فأرسله عليه الصلاة والسلام إلى دوس، وانطلق الطفيل رضي الله عنه على بركة الله داعيا إلى الله. بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالناس اليوم في أمس الحاجة إلى بلاغ. فهذا أستاذ جامعي قمة وقامة، ومع ذلك لا يحسن ألف باء الإسلام، حيث لما هم الرجل أن يتوضأ غسل يديه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، ثم كانت المأساة والكارثة أن مسح الدكتور الجامعي على كميه قياسا على مسح الناس جواربهم وما يكون في أرجلهم. ناهيك عمن قيل له: من الذي بنى الكعبة؟ فكان الجواب العجاب: عثمان، أحمد عثمان. وثالث: بل رقم المليون. لما قيل له: كم عدد أجزاء القرآن الكريم؟ فقال الرجل متفاوت: فهناك مصاحف كبيرة، كبيرة الحجم، وهناك مصاحف صغيرة الحجم، فكل بحسبه. بلغ ما أنزل إليك من ربك، واعلم أن نصيبك من الصيانة الإلهية
والحصانة الربانية وحفظ الله تعالى لك على قدر نصيبك من الدعوة والبلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استعملنا ولا تجعلنا من المبدلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وسدد حاجة المحتاجين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا، ومن شر أبصارنا، ومن شر ألسنتنا، ومن شر قلوبنا، ومن شر منينا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.